أهلا بكم من جديد وإلى فقرة في العمق. تشن جماعات منظمة حربا ضروسا ضد ارتداء أقنعة الوجه حول العالم على الرغم من تفشي فيروس كورونا. هؤلاء بالطبع من المدافعين بشراسة والمؤمنين بنظريات المؤامرة والتي انتشرت بشكل كبير مع بدايات ظهور الفيروس التاجي، ووصلت إلى حد رفض ارتداء الكمامات وربطها بتحليلات علمية وأحداث لا أساس لها من الصحة. وهناك فئة أخرى كبيرة للأسف استغلت تهافت الناس على أقنعة الوجه لاحتكارها أو جعلها سوقا وهميا ومجالا للنصب والاحتيال، ودون أدنى شك كانت مواقع التواصل الاجتماعي أرضيتها الصلبة. للمزيد من التفاصيل حول الموضوع نتابع معا تقرير فاطمة عقيل. تخفف دول إجراءات الحجر الصحي وأخرى تعزل مدنا كاملة مع مخاوف من موجة ثانية من جائحة كورونا، وأقنعة الوجه بينهما صامدة لم تسقط بانتظار إعلان لحظة الانتصار على الجائحة، مع إثبات آخر الدراسات العلمية أهميتها ودورها في منع انتشار الفيروس، أهمية جعلتها محورا جديدا ضمن ملف نظريات المؤامرة حول وباء كورونا، كما أنها باتت سلعة تجارية تحتكرها بعض الجهات وتبيعها بأثمان مرتفعة جداً، وفي وقت من الأوقات كانت مادة نادرة في الأسواق، فيما أطلقت نداءات عن نفادها في عدد كبير من المستشفيات. على صفحات شبكة الإنترنت تطل الكمامات على المتصفح بأحجام ومواصفات عديدة، بعضها تستند على دراسات علمية لا أساس لها من الصحة. السوق المفتوحة أثارت حفيظة القيمين على مواقع التواصل الاجتماعي. قال القيمون على موقع فيسبوك إنهم سيزيلون الإعلانات والقوائم التجارية. خطأ موقع تويتر في نفس الفترة أولى خطواته لوقف الترويج لأقنعة الوجه الطبية ومعقمات اليدين التي وصلت إلى أسعار خيالية. ورغم محاولات الكبح وجد التجار منافذ أخرى للتسويق لبضاعتهم وبطرق ملتوية. فبحسب تقرير مفصل لمجموعة بحثية مستقلة تدعى Ghost Data، تبين أن آلاف الحسابات على إنستغرام تبيع وتسوق لكمامات لا تشبه الصور، بل قد تكون خطيرة على الصحة. وفعلاً تلقت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية بعد أسابيع من نشر التقرير آلاف الشكاوى من مستهلكين كانوا عرضة للنصب بعد التسوق على الإنترنت. رغم ذلك بقي الاحتيال سيد الموقف على المنصات الاجتماعية الأشهر، فاستمر التسويق لكمامات محظورة مثل القناع الرقم 95، لا سيما في شهر يونيو الماضي. وتبين وجود مجموعات بمئات الأعضاء تنشر عشرات الدعايات حول المنتج على تويتر وفيسبوك بمعدل 160 منشوراً في اليوم. ومقابل تهافت غالبية عظمى من الناس لشراء الكمامات، انحرفت أصوات عن الخط داعية لمقاطعتها بحجة ضررها على الصحة، ضاربة عرض الحائط نصائح الأطباء والخبراء حول العالم. قيل إن القناع لا يسمح بالتنفس ويزيد من استنشاق الهواء السام ويضعف جهاز المناعة وأمورا أخرى كثيرة. مستخدمون آخرون راقت لهم هذه النظرية ودرجت عدد قياس مستويات الأكسجين بينهم عند ارتداء الكمامات، وصولا إلى إعطاء نصائح بعدم ارتدائها. استمر أصحاب هذه النظرية بنشر معلوماتهم المضللة، وهذه المرة على موقع تويتر، ومنهم شخصيات مؤثرة يتابعها الآلاف كيور فويس أمريكا ولاعب البيسبول السابق أوبري هوف. فضي منشور للأخير حول خطورة الكمامة بإعجاب أكثر من 14,000 شخص. وبحسب تحليلنا تفاعل أكثر من 3 ملايين شخص مع هذه المنشورات على فيسبوك وتويتر. لم تتوقف حفلة جنون الشائعات حول أقنعة الوجه، فهي ضد مشيئة الله من وجهة نظر متدينين، ووصلت إلى حد ربط ارتدائها بالجيل الخامس لشبكات الاتصالات أو 5G، بل وأبعد من ذلك، إذ أن هناك من رآها حجة حكومية لمنع الناس من الحصول على لقاح الإنفلونزا. وأكثر النظريات استهجاناً هي أنها تمهيد لفرض النقاب أو تطبيق لأحكام الشريعة. وبعيداً عن لوحة المفاتيح،
استطاع أصحاب هذه النظريات خلق بلبلة أينما حلوا عندما طلب منهم ارتداء الأقنعة، وتزايد عنف الشرطة ضد من يرفضون وضعها. وتبقى النصيحة أن تضع حرب الكمامات أوزارها تغليبا للعقل والمنطق، حماية لصحة الإنسان.